بين قصف صاروخي ومدفعي من على أطرافها وعمليات كر وفر داخل بلداتها، تتأرجح محاولات الجيش الحر وجيش النظام للسيطرة على درعا وريفها. قوات النظام التي تحاصر درعا من كافة محاورها تشن على المدينة قصفا عنيفا بالمدفعية الثقيلة ورجمات الصواريخ انطلاقا من جبهاتها الخارجية، فيما يتكفل الطيران الحربي بتمشيط الجبهات الداخلية للمدينة ودك بنيتها التحتية بالصواريخ والبراميل المتفجرة. توجه الدبابات إلى درعا البلد. يتزامن ذلك مع إرسال قوات النظام حشودا عسكرية وأرتالا من الدبابات لاقتحام درعا البلد، وإضافة إلى عمليات الكر والفر التي يخوضها الجيش الحر لإحكام سيطرته على البلدات التي يتمركز فيها في درعا وريفها. تسعى عناصره إلى الزحف باتجاه أطراف البلدة حيث تتمركز حواجز النظام وقواعده العسكرية. وقد تمكن الجيش الحر أخيرا في إطار معركة عمود حوران من تحرير عدد من الحواجز الاستراتيجية، بدءا بحاجز الفرن الآلي في درعا البلد الذي يعد من أكبر الحواجز العسكرية وأهم نقاط تمركز النظام في درعا. ويسعى الجيش الحر لتحرير فرع الأمن العسكري واللواء 132 من قبضة قوات النظام. عمليات ردت عليها اللجان الشعبية التابعة للنظام باحتجاز 60 شابا من أبناء مدينة درعا، مهددة بإعدامهم ميدانيا وإلقاء جثامينهم على طريق دمشق درعا في حال استمر الجيش الحر بشن هجمات على مواقع حيوية في المدينة وريفها. سهام بن زموش، العربية.